يعني عن مجموعة طلال أبو غزالة، أي نجاح يستدعي ظروف ذاتية وموضوعية مواتية؟ ما هي الظروف الذاتية والموضوعية التي أوصلتكم إلى ما وصلتم إليه من نجاح؟ سؤال يمكن يلخص كل ما نتكلم عنه عن الاقتصاد العربي. كان حسن حظنا أن تأسست هذه المجموعة عند الطفرة الكبرى في الاقتصاد العربي في بداية السبعينات، 72. احنا تأسسنا 72 كانت انطلاقة اقتصاد، نمو اقتصادي مهم في المنطقة العربية. صدفة كان هذا هو توقيت انطلاق مؤسستنا، ولكن هذا خدمنا. الاقتصاد العربي كان هو الحافز وهو الأساس في هذا نمو هذه المؤسسة. الشيء الآخر أننا وجدنا أن هنالك فراغ وحاجة لمؤسسة عربية متكاملة الخدمات. احنا ما يميزنا عن منافسينا هو أن خدماتنا متكاملة. يعني نحن عندنا شركة محاماة، شركة محاسبة قانونية، شركة استشارات مالية، استشارات اقتصادية، ترجمة، ملكية فكرية، تعليم، تدريب، كل ما يريد رجل الأعمال يجده في هذه المؤسسة. كونها المؤسسة بهذا التنوع أيضا يفيد بأنه إذا كان نشاط تعثر أو وجد ظروف بالمنطقة لا تساعد على النمو، النشاط الآخر يغطي ويدعمه. أيضا انتشارنا الجغرافي، احنا قررنا من البداية أنه لن نعمل في منطقة محددة لسبب أنه إذا صار هنالك انحسار أو انعدام في النمو في هذه المنطقة لن نتأثر به. فانطلقنا إلى كل البلاد العربية ومنها إلى الخارج في 60 مكتب بما فيها الصين والعالم كله، و150 مكتب تمثيل، أي احنا نغطي العالم كله. فبالتالي إذا كان هنالك جغرافيا في تراجع في منطقة يغطي منطقة أخرى، وإذا في تراجع في نمو في نشاط يغطي نشاط آخر. بدأنا من منطلق أن قوتنا هي بأن نكون متميزين على منافسنا. من منافسنا؟ الشركات الأجنبية والعالمية. نحن لا نقبل أن يقال بأنه نحن نضاهيها أو مثلها. إذا ما كنا أفضل لن يكون لنا مجال، لأن لها هي ميزة علينا، لأنه هي أول قديمة في السوق، لأنه هنالك نظرة أن الأجنبي أفضل، فيجب أن أكون أنا متميز حتى أنافسه. وهذه نعمة أيضا، عندما نتكلم عن نعمة المعاناة في كثير من الأمور، علينا أن نكون أفضل من الأفضل لكي نكون فرصنا مثل متساوية. لكي نصبح متساويين بالفرص يجب أن نكون أفضل منه، وهذا ما جعلنا أن يكون سقف توقعاتنا من كفاءتنا ومن إنتاجنا ومن خدمتنا أعلى من المنافس. بعد كل هذه الأسئلة يخطر ببالي سؤال، يعني في قصة الصدى اللعين عالجت إرهاصات شاب يعيش واقع اللجوء والإحباط من عالم عربي مهزوم، هذا الشاب يصارع من أجل الحقيقة والحياة. بعد هذه السنوات هل توصل هذا الشاب إلى فهم الحقيقة ولو كانت مرة؟ العجيب في هذا الموضوع أني استخرجت هذه القصة وأحييتها مرة أخرى هذا العام وطبعتها. هذه القصة كانت أول ما ألفت في حياتي، وكان سنة 58 وكنت في الجامعة، وبموجبها أخذت الجائزة الأولى في تأليف القصة على مستوى جامعات الوطن العربي التي أدارتها وزارة التعليم في مصر. وكنت فخور ليس فقط بهذا الشرف العظيم، ولكن بإني قبضت مبلغ لم أكن أحلم فيه، 500 ليرة، مبلغ خيالي، واستنعمت فيه أهلي، يعني جبت لهم حلوة وأكل وكل. فالمهم أنني عندما قرأتها الآن وجدت أن ما كنت أحلم به وأؤمن به زاد ثقة الآن. الأستاذ طلال أبو غزالي، شكرا جزيلا لهذا الحضور. شكرا لك لإتاحة هذه الفرصة العظيمة في هذه الفضائية التي نحترمها. شكرا جزيلا.